نكمل رحلتنا مرة تانية في جوري آيلاند أو جزيرة جوري، الجزيرة اللي كانت مركز لتجارة العبيد خلال القرن من الـ15 للقرن الـ19 في أبشع وأسوأ الظروف اللي عاشها زي ما قلت لحضراتكم حوالي تقريبا 70 مليون من أبناء أفريقيا اللي تم تهجيرهم قسرا لأمريكا والأوروبا والأمريكا اللاتينية، جزر الكاريبي. من الرمزيات المهمة جدا في الجزيرة التمثال اللي ورايا ده، على طول التمثال ده بيمثل زي ما حضرتك شايف كده شاب أفريقي وفتاة أفريقية بتتحامى فيه وهو بيقدر يكسر القيود، فده واحد برضو من التماثيل اللي كانت عاملة على فكرة يمكن شهرة كبيرة على مستوى السنغال وأفريقيا، ومن الحاجات اللي بيحرص عليها السياح ان هو يروح ويزوروها. رمزية الطبلة يمكن هنا زي ما حضرتك شايف الطبل دوت كان بيتم للأسف استعماله استعمال سلبي في الفترة ديت. المفروض ان الطبلة دي كانت القبائل بتتواصل ببعض وهي بتدي نوع من أنواع الأمان، ان احنا في أمان دلوقتي. فللأسف بقى يعني بالاتفاق مع بعض رؤساء القبائل الأفارقة مع الجماعة اللي هم التجار البيض سواء البرتغاليين أو الهنود أو الإنجليز أو الفرنسيين، كانت الطبلة دي بيتم استغلالها ان هم بيطمنوا الناس، يعني بيخبطوا على الطبل ان خلاص الدنيا امان ومفيش اي يعني حد هيجي يخطفك ولا بتاع، بيحصل العكس. تمام، اذا متحرك صوت الطبل المفروض ان هو صوت الامان، لكن للاسف التجار استغلوه ان هو كان بيتم عملية قرع الطبول وبعد كده يخطفوا بقى الناس في طبعا في غفلة كده، زي ما قلت لك عائلات بالكامل كانت بتروح، وحاجة فعلا كانت في قمة الصعوبة يعني بجد البشر عن ومنها يعني معاناة رهيبة. بياخدك بقى الممر الجميل اللي حضرتك شايفه دوت، بيلف بيك حوالين الجزيرة وانت ماشي على الممر دوت، زي ما قلت لك مفيش لا عربيات ولا موتوسيكلات ولا حاجة من دي، كل أدوات المواصلات جوه، الحمير، العربيات اللي هي اللي بتتجرب الإيد وهكذا يعني. زي ما انت شايف بقى كده العديد والعديد من المصنوعات الجميلة، الحاجات اللي هي الأعمال الفنية الجميلة الأفريقية، يعني حاجات بتشوفها انت قمة في الجمال زي متحرك والإبداع، وحاجات كلها يدوية طبعا وبسيطة يعني. دي البيوت، والبيوت لغاية النهاردة زي ما قلت لحضرتك واخدة الشكل اللي هو الستايل اللي بتاع القرن الـ15 للـ19، وكلها بالالوان اللي حضرتك شايفه ده، لا اما الطوبي لا اما اللون اللي هو الاصفر او البني احيانا في بعض الاماكن. والجزيره النهارده جزيره جوري حوالي تقريبا فيها ما يقلش عن 1500 ل 2000 مواطن، وفيها على فكره جوامع وفيها كنائس وفيها كمان بيقولوا مراكز تعليميه، اعتقد فيها كمان كليه طب يمكن سمعت من بعض الناس هناك. زي ما حضرتك شايف كده الأعمال الفنية الجميلة الأفريقية بتعبر طبعا عن الحضارة هناك، حاجات بقى للسياح، اللبس الأفريقي، وطبعا انتوا عارفين الألوان هناك يعني مفيش أكتر منها. من الحاجات اللي عجبتني جدا التماثيل اللي حضراتكم شايفينها دي، على فكرة عبارة عن خشب، يعني بتلاقي جذوع الأشجار وحاجات زي كده ياخدوها ويبتدي بقى إيه الفنان يحفر فيها بطريقة معينة بتعبر عن، لو تلاحظ كده لو تبص في الصورة كويس بتلاقي إن هي عبارة عن بشر متراكمين على بعض، وده اللي حصل على فكرة في السفن بالفعل لما كانوا بيتنقل الجماعة الأفارقة، للأسف كانوا بيتنقلوا في أسوأ الظروف، أماكن ضيقة جدا، الناس محطوطة على بعض، مفيش أي يعني عنصر بشري، ما تاخدش راحتك، اللي يعيا يترمي في المحيط يعني. ففعلا يمكن الرسومات دي زي ما قلت لحضرتك من الحاجات فعلا اللي يعني جميلة جدا جدا وبتعبر عن المأساة اللي عاشوها الناس دول على مدار الـ4 قرون. الأعمال الفنية الجميلة، واحدة من الكنائس اللي موجودة على الجزيرة. الفنان دوت على فكرة بيعمل شوية أعمال كده جميلة جدا، أعمال فنية برضه، تعالوا نتفرج عليها مع بعض. Et là, c'est le sable du désert de Ténéré.
tenere des essaims. Là, c'est un sable local de cette île de Gore. From Gore Island, the same. Gore Island, the same. Le sable presque vert, c'est le panituri, les mangroves, c'est le saloon. Between Senegal and Gambia, c'est le sable. On a le sable des mines de fer du Gergo, c'est de la Mauritanie. Iron mine in Mauritania. En tout et tout, nous utilisons jusqu'à 16 couleurs de sable naturel. So they use totally about 16 colors, but all is natural. Ce qui mérite de faire des photos filmées ou pour le plaisir des yeux. Comme col, c'est la sève de baobab mélangée avec la gomme arabique qui sert au col. So the sap is like the blue, come from the baobab tree, the sap of the blue. Là, they mix with gum de and do a dessin. Drawing with the blue and project sand. Et après, je vais mettre une projection de différentes couleurs de sable. Yeah. C'est ça. After they put different sand, different colors. Avec la colle. Avec la colle qui est mélangée avec la gomme. This is like glue. Glue come from the tree, the baobab tree. Ebedo, avec quelle démonstration? Donc regardez bien. Là, je suis en train de dessiner. كتير بقى بتلاقي اعمال فنيه وانت ماشي في الطريق، زي ما حضرتك شايف هنا مثلا الموبايلات القديمه على الريموتات القديمه، تلاقي الراجل ايه عامل لك شكل كده فني معالق وبتاع. مليانه الجزيره حاجات من دي، كتير من اعمال الفنانين اللي هو اللي هناك. الممرات زي ما حضرتك شايف على طول الجزيره، وبتلاقي الاعمال الفنيه للفنانين الى فرقه. واحدة من مخلفات الحرب العالمية زي ما قلت لحضرتك، المفروض ان الجزيرة دي على فكرة كانت واقعة تحت الاحتلال البرتغالي، وبعد كده اخدوها الجماعة الهولنديين، وبعد كده حصل مناوشات ما بين فرنسا وانجلترا عليها واخدتها بالفعل فرنسا. وزي ما قلت لحضرتك كان ايام الحرب العالمية الثانية حطت فرنسا بعض الاسلحة اللي كانت بتستخدم عليها للدفاع عن الجزيرة ضد بقى الألمان والسفن المعادية للجيش الفرنسي. على فكرة المبنى اللي قدام حضراتكم ده من أعلى المباني اللي موجودة على الجزيرة، يعني يمكن اللي رايح مثلا بالمركب بتلاقي حضرتك إن هو بيشوفها من بعيد جدا. مبنى عالي حاجة كده ايه زي برج معمول رمزية طبعا للجزيرة. كنا هناك على فكرة موجودين ايام العيد الكبير او قبل يمكن بيومين ثلاثة، فلقينا في دكار ولقينا في الجزيرة جزيرة جوري لقينا عدد كبير جدا من الاضحيات اللي هي ايه بيتم الاستعداد لذبحها في العيد الكبير. خلصنا الرحلة بتاعتنا، المفروض ان هي زي ما قلت لحضرتك بتاخد حوالي تقريبا 4 أو 5 ساعات وانت بتلف وتتفرج بيت العبيد والاماكن التانية، وبعد كده بترجع بتاخد بقى ايه دورك في طابور طويل جدا جدا لغاية لما توصل للسفينة بتاعتك. طبعا هناك في عدد قليل من المحلات، سواء المطاعم سواء اللي بتبيع يعني حاجات كده سناكس او ما شابه، مش منتشره هناك كتير. واقفين في الطابور زي ما حضرتك شايف كده مستنيين دورنا لغايه لما نوصل للسفينه. بعض السياح بيرموا على فكره بعض النقود كده العملات المعدنيه في البحر وهم واقفين مستنيين السفينه. سفينه كانت جايه من بعيد، بتلاقي الولاد هناك من اهل الجزيره الولاد الصغيرين ينزلوا في المحيط وينزلوا يجيبوا العملات اللي الناس بترميها. يوم جميل مختلف، بتتكلم في حاجة يمكن أنا ما كنتش أتوقع إن أنا أشوفها في حياتي، وخصوصا إن إحنا يمكن اتأثرنا كلنا بحاجة زي الجذور ذا روتس
اللي هي كان المسلسل الأمريكي المشهور اللي كان بيتكلم على الظلم اللي تعرض له العبيد سواء من أيام هجرتهم من أفريقيا أو المعاناة اللي شافوها هناك في أمريكا. يوم ممتع، وأتمنى فعلا اللي يسافر السنغال أنه يعني ما يفوتش الفرصة اللي زي كده. أي بلد تروحها ادخل على اليوتيوب، ادخل على النت عموما، الويب سايتس، جوجل، اسأل عن البلد، اسأل عن المدينة اللي انت بتزورها، هتلاقي فيه معالم كتير في أي حتة انت بتكون فيها.